السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والنهاردة الريفيو بتاعنا عن كتاب The Best Star في الشورت فاولز والجرامر. والكتاب ده مناسب للأطفال من بعد سن 5 سنوات وبعد الحفظ الحروف، ده المرحلة اللي بعد حفظ الحروف وهي قراءة المقطع الصوتي، ان هو الطفل ازاي يقرأ مقطع على بعضه ويعرف يدمجه ويعرف ينطقه. وكمان الكتاب بيشمل عدد كبير جدا من الكلمات السهلة جدا طبعا ان الطفل يقدر يحفظها بسهولة ويسترجعها بسهولة، وفي اماكن للكتابة. ده طبعا مش قادرة اذكر يعني ازاي الكتاب خامته كويسة، الورق كويس جدا، الورق نظيف جدا، ومسلسل الحروف المتحركة حركة يخلي الطفل ينطق بسهولة قوي يعني بالA والO والU والI. الكتاب جايب نتائج مبهرة جدا مع الأطفال. تابعوني، الكتاب ممتاز قوي ومتوفر من خلالي بأمر الله، والكتاب نتائجه مبهرة جدا. The Best Star بعد الحروف، ودي المرحلة اللي بتبقى بعد حفظ الأطفال للحروف ازاي ان هم ينطقوا لوحدهم.